بغرفة تحرير هبة بخاس، أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموجز الإخباري المباشر من الرباط، إليكم أبرز عناوين أخبار هذا اليوم. وزارة بن موسى تشرع في تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق المتغيبين. استنفار أمني بعد العثور على جثة أربعيني بخريبكا. وفاة تلميذين غرقا بشاطئ سيدي موسى. إلى التفاصيل مشاهدينا. قررت العديد من المديريات الإقليمية للتعليم مباشرة الإجراءات العملية لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق المتغيبين طبقا لمضامين الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق ل 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسب ما وقع تغييره وتتميمه لا سيما الفصل 75 مكرر منه. وقد حصلت هبة بخاس على مراسلة صادرة عن المديرية الإقليمية أكادير إيداوتان تدعو إلى تدبير مسطرة ترك الوظيفة نتيجة التغييب غير المشروع من خلال اتخاذ عدة من الإجراءات. تم العثور أمس الخميس على جثة شخص أربعيني بالحديقة المقابلة لمقر إدارة المجمع الشريف للفوسفات بأخريبكا. ونقلت مصادر هبة بخاس أنه تم العثور على جثة الهالك بعد انتباه فتاتين لجثة شخص ممددة وسط الحديقة، إذ جرى إخبار العناصر الأمنية والسلطة المحلية التي حلت بعين المكان. لقي تلميذين عشية يوم الخميس 4 يناير الجاري مصرعهما غرقا في مياه المحيط الأطلسي على مستوى شاطئ سيدي موسى بالجماعة الترابية إيزي أكلو إقليم تيزيت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.